اهلا بيكم يا جماعه. هقول لك بقى النهارده جايب لك كل المميزات والعيوب اللي قابلتها في الموبايل من اول ما استخدمته لغايه دلوقتي، وفي الاخر اقول لك برده تشتريه ولا لا والكلام ده كله لشاومي ريدمي نوت 9. واكيد بقى نبتدي بمميزات الموبايل، واولها بقى التصميم او الديزاين بتاعه. هو مصنوع من بلاستيك، ظهره من بلاستيك، الفريم بتاعه بلاستيك برضو. كمان تصميم الكاميرات بارزة شوية عن الظهر، بس مش بنفس بروز الكاميرات في النوت 9 اس والنوت 9 برو، اقل شوية منهم. بعيد عن كده البصمة بتيجي تحت الكاميرات على طول، شالوها من مكان زرار الباور في النوت 9 اس والنوت 9 برو. والبصمة نفسها ما قابلتش معاها اي مشكلة في الفتح، وسريع ما قابلتش معاها اي مشكلة. ومكان البصمة عامة في الظهر ما قابلتش برضو معاها اي مشكلة، كان مكان مناسب بالنسبة لي يعني. وتاني حاجة بقى هي الشاشة، يعني الشاشة يعني فيها عيوب ومميزات. هنقول هي المميزات، واولهم ان الشاشه 6.5 انش، واللي عاجبني قوي ان الخرم اللي في الشاشه او مكان الكاميرا الاماميه محطوط في الجنب مش في النص زي النوت 9 اس والنوت 9 برو. وكمان الخرم بتاع الشاشه او الكاميرا السيلفي ديت ما فيش الظل اللي كان حوالينها في النوت 9 اس والنوت 9 برو. والشاشه نفسها اي بي اس ال سي دي وفول اتش دي بلس. وعامه الشاشه نفسها ما قابلتش معاها اي مشاكل في اضاءتها تحت الشمس في الاستخدام. بعد كده بقى البطاريه هنا 5020 ملي امبير كالعاده، السلسله كلها النوت 9 والنوت 9 اس والنوت 9 برو كلهم جايين 5020 ملي امبير. والموبايل هنا جاي برده بسرعه بيدعم 18 واط، والشحن اللي جاي معاه 22.5 واط. بيشحن في قد ايه؟ بيشحن معايا يعني هشحن معايا من 0 لـ 100%، شحن تقريبا في 2 ساعة و5 دقايق. من مميزات النوت 9 هي الواجهه، يعني مش عارف حاسس لمسه تقلها وانا بقول، ولكن الواجهه هنا بدات تبقى خفيفه. طب ازاي؟ اول ما جبت الموبايل لغايه من يومين تقريبا ما كانت تقيله وانيميشن كتير والكلام ده، وبابجي الاداء فيها مش قد كده والكلام ده كله. ولكن جه تحديث النيو اي 11.0.5، التحديث ده غير بقى حاجات كتير قوي. مش عايز انكر لسه فيه لاج كده في الموبايل، ولكن مش زي اول ما جبت، بقى اخف شويه حتى في اللعب والكلام ده هتكلم عليه دلوقتي، ولكن بقى احسن وافضل. وكالعاده من شاومي بقى بتحط لنا اجمد معالج في الكوكب في اجهزتها على حسب فئاته السعريه، حاطين لك هنا الهيليو جي 85. المفروض المعالج ده اعلى معالج في الفئه السعريه دي. تجربته ايه بقى؟ تجربته بقى مع الواجهه قبل التحديث كان تقيل، بعد التحديث بقى اخف. هقول لك ازاي بقى. بص، اول ما استخدمت النوت 9 اول قبل ما التحديث يجيله كان بيوصل اتش دي في الجرافيك وعلى هاي فريم ريت، ولكن كان في لاج فظيع. عشان انا ما اخدش اي تقطيع ويبقى سلس معايا بجيبه على اقل حاجه اقل جرافيك، وساعات بجيبه على اقل فريم ريت كمان عشان ما اخدش اي تقطيع. ولكن بقى بعد التحديث بقيت بوصل للمتوسط بدون اي تقطيع، والاعلى حاجه الاتش دي والهاي فريم ريت كان بيبقى ايه حلو معايا، بس في تقطيع بسيط. يعني بقى هو احسن من الاول بكتير، ولكن في تقطيع بسيط. بقول لك ان ده تقريبا افضل اداء ممكن تاخده في الفئه السعريه دي، في الاقل من 3000 جنيه. واكيد بقى نيجي للكاميرات. الكاميرات هنا في الخلف 4 كاميرات. بالنسبه للكاميرا اصلا مقارنه ما بين ال 48 في النوت 9 والنوت 9 اس كان في فرق، يعني التفاصيل بيديك نفس التفاصيل، ولكن الفرق في معالجة الصورة نفسها كانت مختلفة، واكيد يعني هتلاحظها جدا. والصورة كمان في ضوء النهار كانت ممتازة، بيديك تشبع ممتاز في الالوان والديناميك رينج ما بين مثلا السماء والارض، حتى في التفاصيل بقى والسكين تون بتاع البشرة لو انت بتصور شخص. وبالليل برضو كان بتديك اداء يعني انا مقبول على فئته السعرية، شايفه مقبول جدا. كمان عندك بقى الوايت انجل. الوايت انجل ما كانت في ضوء النهار كانت ممتازه، ما فيش اي تعقيب عليها حتى بالالوان والديناميك رينج في الصوره. يعني حتى الكاميرا البورتريه كانت ساعات كده فيها غلطات، ولكن كانت بتطلع صور مقبوله جدا بالتفاصيل بالسكين تون بتاع البشره. لو دي تجربه تصوير فيديو بالكاميرا الخلفيه، بيصور فول اتش دي ما بيصورش 4K، فبس تشوف بقى الصوت برده الصورة شكلها ايه.
الاهتزاز نفسه على ان انا ماشي يعني. بس كده نيجي بقى للكاميرا الاماميه. الكاميرا الاماميه كان بقى هي اللي فيها كلام شويه. الصور في وضع عادي في وضع النهار او الاضاءه العاليه بتبقى ممتازه، سكين تون يعني ممكن مايل مقان شويه، ولكن حته بقى ان البشره بتبقى ناعمه الصوره بتسيح كده لو الاضاءه قليله الصوره كلها بتسيح. يعني الاول كنت بقول لك في مثلا في النوت 9 كان البشره بتبقى ساحه شويه الكلام ده، لا 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 هنا بقى الصوره كلها بتسيح بس في الاضاءه الخفيفه. بقى كواليتي الصوره بقى والصوت بالكاميرا السيلفي تمام، ف انت بقى تشوف بقى ضروب الالوان مثلا شكل السكين تون الكلام ده كله. وكمان بحس الفيديو كمان ما في كروب معمول في الكاميرا الخلفيه برضو بس اهميه يعني اكتر. بس بالنسبه لحد كان بيسالني عن الراديو بيشتغل بدون سماعات، بيشتغل بمسمعات. وكمان الموبايل في خاصيه الاي ار، المايك في العزل كان ممتاز في المكالمات برضو، وكمان بياخد شريحتين زي كارت ميموري فدي حاجه ممتازه. الموبايل كمان ضد قطرات الماء مش ضد الميه، ضد قطرات الماء عامه. الحاجات اللي عجبتني برضو صوت السماعه هنا عالي. هو انت ما بتعلق على اعلى حاجه بتبقى حاده شويه الصوت بيبقى حاد شويه، ولكن صوت السماعه عالي ويعتمد عليه. بالنسبه بقى للعيوب او الحاجات اللي ما عجبتنيش في الموبايل من تجربه الموبايل، يعني اكبر مشكله تقريبا في الموبايل وهي ان تحت الكاميرا في ناس اشتكت كتير ان الكاميرا بيبقى في تحتها تراب، وفعلا ده اللي حصل على الكاميرا المايكرو عندي ان الكاميرا دخلت تحتها تراب. الشاشه زي ما قلت في الاول فيها مشكله ان هي صوتها لما بتيجي تعليها على اعلى حاجه يعني تحسها الالوان بتبقى حاده شويه، وكمان ساعات تلاقي الاسمر بقى رصاصي كده، زاويه الرؤيه مش افضل حاجه في الموبايل. الموبايل ما فيهوش ان اف سي برده، يعني الناس اللي يعني عايزه الحته دي ما فيهوش ان اف سي. مش عارف الحته ديت انا الوحيد اللي لاحظتها ولا لا، يعني ان وانا باخد صوره مثلا بالفلاش الفلاش بيقعد كتير، الصوره خلاص بتتصور ولكن الفلاش بيفضل قايد بيقعد فتره اطول من اي موبايل تاني انا جربته قبل كده. يعني هي مش عيب بس يعني حاجه انا لاحظتها فقلت اقولها بس. وفي النهاية تشيل موبايل ولا لا، لو محتاج اداء وبطارية كبيرة في تحت 3000 جنيه فالموبايل ده ليك ممتاز جدا. حتى مشكلة السوفت وير الواجهة بتاعت شاومي اتحلت باخر ابديت. وبس كده دي كل حاجة عن شاومي ريدمي نوت 9. فلو عندك اي سؤال اكتبولي في الكومنتات، وما تنساش تعمل بقى لايك وسبسكرايب عندي هنا الاشتراك مجانا. وبس كده سلام.